في مخيم عشوائي للاجئين في شرق لبنان يخشى محمد وشقيقاته الثلاث أن يفوتوا سنة دراسية جديدة للعام الثالث على التوالي مع عجز والديهم عن توفير مستلزمات التعلم عن بعد الذي فرضه تفشي وباء كوفيد-19 حول العالم. بحب بروح على المدرسة هيك اتعلم، بحب النور لأنه مش عم بروح على المدرسة وما فيني ما في أهلي أمنوني مدرسة إنه بالبيت. على غرار دول كثيرة فرض لبنان إثر بدء تفشي الوباء في شتاء العام 2020 إغلاقا شاملا للمدارس، ما أجبر الأطفال ومن بينهم لاجئون سوريون وفلسطينيون على ملازمة منازلهم والاكتفاء بالتعلم عن بعد عبر الإنترنت. لكن تلك الإجراءات لم تمر بسلاسة في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا متسارعا ولا تتوافر للطبقات الفقيرة والأكثر هشاشة فيه خصوصا المقومات الأساسية لضمان التعلم عن بعد وأبسطها الحواسيب والإنترنت. يتعدى سنة إيه كمان أنا يعني هلأ هني يمكن قاعدين بالبيت عم يعملوا أونلاين بس أنا لا راح يضلوا عندي هون راح يضل عندي هالصبي. طب هذا الصبي قلوا هلأ واحد ضرب واحد ما بيعرف. وحذرت منظمة Save the Children مطلع نيسان أبريل من كارثة تربوية في لبنان ستنعكس خصوصا على الفئات الأضعف جراء الانهيار الاقتصادي الذي فاقمته تدابير التصدي لفيروس كورونا، وقدرت عدد الأطفال الموجودين خارج مدارسهم بأكثر من 1,200,000 طفل. ولم يبقى التلاميذ اللبنانيون أنفسهم بمنأى عن تداعيات الأزمة التي فاقمها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب أغسطس. صاروخ أو شيء ها كسر يعني مثل ما كنت أشتغل على إنه أدرس هاي. وعمق الانهيار المتمادي مستوى الأزمة حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر بينما يرتفع المعدل في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين تباعاً.